لا شك أن النساء شقائق الرجال، وأن المرأة هي الأم وهي الزوجة وهي البنت وهي الأخت وهي العمة والخالة، وجميع ما شرع الله سبحانه وتعالى من التكاليف كلفت بها المرأة كالرجل، وإنما اختصها الشارع بشيء من الأحكام لأسباب ثلاثة: إما طبيعة المرأة فهي يعتريها ما لا يعتري الرجال، وتكون لها أحكام خاصة أثناء الوضوء وأثناء الصلاة والصيام والحج والعمرة، أو أنه يعتريها أيضاً مشقة وحرج في فعل التكاليف فخفف الله سبحانه وتعالى عنها. والسبب الثالث رعاية وعناية الشريعة الإسلامية بستر المرأة، فرتبت أحكام خاصة بالمرأة مراعاة لسترها، لأن المرأة كما ورد في الحديث أن المرأة عورة، فإذا خرجت من منزلها استشرفها الشيطان،